ضرب الصوت لإثبات الرجولة أبرز طقوس شباب قبيلة الفولاني، ومن يتحمل الضربات ولا يظهر أي ضعف أو وهن يكسب الحق في أن يطلق عليه لقب الرجل. يحاول شباب قبيلة الماساي الكينية إثبات رجولتهم بصيد الأسود باستخدام الرماح فقط، ويشتهرون بالمهارة والشجاعة المنفردة بصيدها، ودائما ما يقاتلونها وجها لوجه، واضعين الرمح بين عيني الأسد دون أي رهبة. كما يقال إن الأسود تخشاهم بمجرد شم رائحتهم. تقوم قبائل السامبورو في كينيا بختان جماعي وعلني بواسطة السكيني للمراهقين البالغين 15 سنة، وتعتبر ذلك بمثابة جواز السفر للعبور إلى مرحلة الرجولة. وكل من خانته الشجاعة لمواجهة هذا الامتحان الرهيب يتم رجمه ثم طرده من القبيلة. تعزل قبائل الهنود شبابها 20 يوما لتعطيهم جرعات من مخدر يدعى ويسوكان، الذي يصيب المتعاطي باضطراب عقلي شديد، وذلك لجعلهم ينسون طفولتهم وتكون بداية عهد النضوج. تجبر قبيلة ماندان الأمريكية شبابها على الصيام 3 أيام، وأجسامهم معلقة بحبال متصلة بالسقف، وعليهم تحمل الألم وعدم الصراخ أو البكاء إلى أن يغمى عليهم، ثم يتم قطع إصبعهم رمزا للرجولة. قبيلة ساتيريما والبرازيلية تختبر رجولة شبابها بمئات اللدغات من نمل الرصاص، وهو أكثر الحشرات سمية، لكن بعد نزع السم منه يصبح شرسا ومتلهفا للعض. ليقوم الشاب بوضع يديه داخل وعاء مليء بالنمل ل10 دقائق، فإذا بكى صنف من الأطفال. تقوم قبيلة فانواتا جنوب المحيط الهادي بقفزة الموت في شهري أبريل ومايو سنويا منذ 1500 عام، ويكون المشارك مربوطا من الكعبين ليقفز من ارتفاع 30 قدما لإثبات رجولته، ولا بد أن يلامس رأس الطفل الأرض.